بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. بنتابع مع بعض مباراة الشايب. تشكيلته غريبة جدا، تشكيلته مرة غريبة، ما في هجوم، يعاني كثير هذا الآن. برابرة 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 ماكس يا ولد. أوكي، ضد هذا اسمه كنعد، شكله يا كويتي يا بحريني يا خليجي على العموم. اوكي، صراحة التشكيلة فكرتها جيدة، لكن ينقصها اشياء كثير، ينقصها على الاقل خنزير. ينقصها بطاقة هجومية بقوة. اوكي، هنا بيتورط ضد الامير، يضطر يحط بطاقته الأساسية والرئيسية، الهيكل العملاق، خلاص مات، انتهى هجومك يا مسلم، انتهى هجومك يا شايب. صراحة مشكلة، خلاص الآن الخصم راحت العقبة الأساسية. شوف كيف لعب على طول البرابرة، لأنه خلاص الطريق سالك سالك بقوة أمامه. خصم جدا صعب بالنسبة له. تشكيلة الشايب الآن ميجا نايت على الجميع، وتنتهي الحكاية. والله هل ممكن نشوف كومباك قوي للشايب؟ الله أعلم. ضرب أوكي، مفروض تجهز الأسهم بدون ما تتفلسف وتضيع 5 إكسير على الساحر. لا 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 لا، كان مفروض أفضل من كذا يا الشايب يا القائد. أوكي، الآن مرة ثانية يعني نرجع على نفس السيناريو، على نفس الموال. الوضع صعب، الوضع صعب بدون هجوم يا ناس، والله وضع صعب. لذلك شوف كيف الآن نسخهم هذه الحركة الرهيبة، لكن انتهت بصاعق، انتهت انتهت انتهت. كان ممكن المعالجة ذي روح العلاج لو فيه عملاق أو عملاق ملكي، والله بتكون شيء رهيب. الآن حط روح العلاج هنا عشان يسحبها ناحية الثانية، وشوف كيف الآن أمامنا الميجا نايت، ولو أنه ليفل 11 لكنه قدر يوقف الهيكل العام. هذا خوينا الآن يعتمد على هذه الهجمة، حط فيها الآن فرصة النهائية، فرصة الأخيرة. الآن ممكن يرمي أسهم، المفروض يرمي أسهم، مفروض يرمي أسهم، مفروض أسهم على الهياكل والمنيون بنفس الوقت. يا أخي عطاك إياهم على طبق من ذهب، وأنت ضيعت الفرصة، والله ضيع فرصة ما تتكرر ولا بعد 20 دقيقة. صراحة الآن أوكي، ميجا نايت ينهي كالعادة كالعادة، ما راح يوصل لك العملاق إلا لو صارت عجوبة. أوكي، المفروض ترمي أسهم يا مسلم، والله مفروض ترمي أسهم وخلاص. ليش ما يرمي الأسهم؟ والله ما أعرف. أوكي، هو بيركز الآن، بيركز 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 على الهيكل، وشي رهيب الآن، والله شي رهيب. واو 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 واو، يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر.
هذه الآن محاولة تنكيت على الشايب. شد حيلك شد حيلك يا ابني، أنا خايف يزعلون، ما أدري عدد نفسيات عد. أوكي أوكي، ساحر 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 هنا، شد حيلك يا أخي. الشايب فرصة 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 فرصة، يحط الهيكل لكنه ما حط. ليش 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 تلعب أوكي 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 أوكي، فين ليش لعب الأسهم؟ والله ليش ما أدري. عنده هياكل، عنده منين؟ ممكن بيتحين فرصة. لا 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 لا، اوكي الآن الغلم أمام الهيكل العملاق. يا ساتر، رجعت لنا الساحرة فبتسبب قلق. اوكي اوكي لازم لازم يرمي أسهم. حلو، حلوين 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 حلوين. طنش الحفار، ما راح يذيك كثير. هنا مفروض يجهز هجوم. اوكي اوكي حلوين 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 حلوين. ديها سم واسهم. الله 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 الله، يا ساتر، والله وصل والله وصل والله وصل والله وصل والله وصل. واو واو واو، شيء غير طبيعي، شيء غير طبيعي، شيء غير طبيعي. والله مباريات رهيبة، واو 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 واو، والله صراحة المعالجة تلعب دور كبير 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 بتشكيلة الشايب، خاصة ليفل ليفل ماكس ليفل ماكس. يا الله على الخطة المجنونة، خطة مجنونة صراحة. واو واو،
والله صراحة خطة رهيبة. بسم الله نشوف مباراة عزام، مباراة عزام لا 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 مشكلة. ليش حط؟ لا 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 هياكل على أوكي. والله مشكلة هياكل على المنطاد. من الأول لعب ساحر، من الأول ما أدري إيش تستفيد من كذا، ما أدري.
صراحة أهم شيء ضبطت العلاقة مع الشايب قائد القبيلة، لازم أضبط علاقات معه. مع هذا ما أدري، يعني الحين كأني فهمت يعني وضع قبيلتنا، يعني مش أنا وناس حبيبين قبيلتنا، أغلبهم أغلب اللي يصرفون معي، يعني حتى أنا قاعد منية يعني صافية قاعد أكلم القائد، يعني من يعني ما أبغى منه شيء، يعني ما هو نفاق بالأخير. تشكيلته رهيبة يعني، وأنا مدحته بصراحة. يا لطيف، هذه ميزة الهيك العملاق، ما يتأثر كثير بالصاروخ. أوكي، المعالجة. ياوك، وش ذا الخصم؟ وش ذا الخصم؟ من وين طلع؟ يا لطيف، مفروض يرمي السهم. هنا مشكلة. تشكيلة الشايب ضد الأشكال هذه، صعب يوصل جدا بدون هجوم ضد هيكل عملاق بالذات. ستقف رحلتك يا الشايب. هنا يشوف صاروخ على الساحر، أتوقع. لا، ما شاف. هنا بيلعب ساحر ثاني بالمراية على الساحرة. طبعا أنا أعرف أن عنده مراية، ف رائعة هذه الحركة. مراية تفك أزمة بشكل غير طبيعي. أيوه، توقعت الأسوأ، توقعت أنه في صاروخ. هذا الخصم لعين جدا، يدافع ويضرب بالصواريخ. يخرب بيت أم اللعنة اللي زي كذا يا شيخ. أوكي، هيكل عملاق أمام هيكل عملاق. ممتازة، حط السحر بعيد. إيش الوساخة هذه يا شيخ؟ إيش الوساخة؟ مفروض يركز على أوكي، حلو. الجهة الثانية فيها 2300، فحلو تكمل هناك. هذه مشكلة تشكيلة الشايب فعليا، قاعدين نشوف مشكلة تشكيلة الشايب. لا يوجد بطاقة هجومية. حلو، الساحرة كهرباء الآن على الساحرة. ما في بطاقة هجومية، يعاني كثير ضد هذا. اللي يقفل المباراة ويضرب الصواريخ. شفتوا كيف؟ هذا الخصم أصلا صعب، يعني حتى لو لعبت منطاد بيضربك بس على الأقل الصواريخ بتصير على منطاد مثلا، ولا تصير على أبراجك. يخرب بيتهم الملعنة، اللعب الصيني ذا، الصينيين بالخباثة يا شيخ، والله العظيم أنهم خبيثين. أولاو، مشكلة. بنشوف الآن، والله مشكلة. اوكي، حط الهيكل امام عشان يعدي بدون ما ينفجر عليه القنبلة. ف شيء من الاخر يعني. هنا اوكي، يا ساتر. والله العظيم واحد يتعب، يعني حتى وانا اتفرج اتعب نفسيا وانا قاعد اشوف. بدون هجوم صعب كثير.
كي نصيحتي هذه للعزام، ومن يعني وأيضا للقائد، إنه صعب تلعب كذا بدون هجوم قوي، تصير بالدفاع لكن فعليا بدون هجوم تعتمد على القوة وقوة الضرب، وإنك توصل بالقوة، وهنا ممكن تنفع ممكن لا، زي ما شفنا تقابل ميجانايت، تقابل هيكل عملاق يخرب أم تشكيلتك، يخرب أم الخطة. أوكي هنا قاعد يقابل واحد شبيه له لكن عنده ميني بيكا أيضا، والله شبه مرة، فحط هذه عشان لا لا كذا جت الفالكري. ف الله الله حلو حلو حلو، الحبوب الحياكل هذه بتلعب دور كبير. واو 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 واو، يا سلام يا اخي، اعوذ بالله، هذا غبي ذا، اهبل ذا، يستهبل ولا وش وضعه؟ ليش يرمي اسهم كذا؟ حتى خصمك ما معه بطاقة هجومية، ف يعتبره شيء صيد سهل. المفروض الخصوم ذولا أطقطق عليهم طقطقة غير طبيعية، هذه حركة رهيبة. أميرين، يا سلام يا سلام يا سلام، شيء رهيب، شيء كبير يا عمري، شيء كبير والله، روعة. هذا الخصم تهاون، ما لعب الفالكري فدفع الثمن. اوكي 22 يا لطيف، بس والله شيء غبنا غبنا غبنا. ما ادري على وش يعصب ذا بعد المهبول، اقسم بيات الله شيء غريبين ذول الناس، اقسم بالله ما ادري وضعهم. اذا القائد كذا فما بالك الباقين، ملاحيس كلهم ملاحيس. لكن تشكيلة القائد تضبط اوقات، والله تضبط، بس زي ما قلت لكم ما في هجوم، يعني الحركات هذه تلخبط هجمتك يعني بالاخير اي شيء يشتتك. مرة صعب تلعب بدون هجوم، جدا صعب. بالخلاصة كذا، خلاصة هذا الفيديو اللي بتطلعون فيها بفايدة إن شاء الله، لازم معاك بطاقة هجومية. لو هذا الأخ راكب الخنزير 4 اكسير ينفعك، لو برميل الغيلان اعتبره هجوم، برميل الغيلان أيضا. هنا لازم يلعب ساحر كهرباء على المنطاد، ما فيها كلام، منطاد ليفل 11. ايوه ساحر كهرباء الان، يا لعن ام الحركه الوسخه، يا لعن ام الحركه الوسخه يا شيخ، يا ساتر. كي قنبلتين ولا واحده، او يلا حلو حلو، جت ضربه على الاقل من القنبله وهذا شيء ممتاز. لكن 52 ثانية، حركة حلوة، حركة صراحة روعة روعة، بس ما أتوقع. اوكي 130 ممكن يتركه الأخير يحط سم، الله أعلم. اوكي الله يستر، بنشوف بارك، الله يستر.
الله يستر. شوف كيف المعالجة أنقذت تظن ساحر الكهرب، والله أعلم. مشكل 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 مشكل، والله مشكل. استغفر الله. إذا ما سمع الكلام، ما حط لا خنزير ولا عملاق، فالوضع حتى استعجل الآن بالساحر. كان مفروض أوكي. يرمي كذا الأسهم ويرمي الناسخ ويرمي أشياء كثير غلط، استعجال بشكل غير طبيعي. باختصار باختصار باختصار، أنا بترك التسجيل عشان بشوف إيش بيقول بنهاية المشوار. كي الساحرين أيضا ما راح يقدرون يوقفون هذه الهجمة. مباريات روعة، مباريات روعة، تبين لكم تشكيلات غريبة عجيبة، تبين لكم أهمية بشكل أساسي، أهمية كبيرة إنك تلعب بطاقة هجومية. شوف كيف هذا الخنزير، بس جاب خنزير وأبو قنبلة، هذول المحطمين جدران، يعني تضمن وجود بطاقة هجومية، توصل على الأقل، تضمن توصل. باختصار هذا الفرق اللي قاعدين نشوفه بين الاثنين. ولو انه البيكا ايضا، البيكا الوحش، وحش الشاشة، هذا اكيد 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 فارق كثير بالموضوع. لكن حتى لو المباراة مثلا توقفت بنص الساحة مثلا من كثر ما البيكا يتعافر مع الهيكل العملاق، يجي الخنزير ويخلصها. هنا تشكيلته الاعتيادية، هجمته الاعتيادية لن تزبط معنا، لن تزبط معنا. والله ضبطت، والله ضبطت، والله ضبطت، لكن ايش فايدة؟ بس قنبلة واحدة، بس قنبلة واحدة اللي وصلت، ما في فايدة، ما في فايدة. والله عاد شكوى لله، شكوى لله، ما أخص من جديد إلا عسفان. هذه التشكيلات اللي شفتوها رائعة لحد ما، بس لما لين ما تقابل هذا الوحش اللي معه الخنزير، فبتكون تبين لك إنه التشكيلات هذه فيها نواقص كثير، نواقص كثير من ناحية الهجوم ومن ناحية الدفاع، من نواحي كثيرة جدا.
مصمم على نفس التشكيلة ويقول لعبة تقهر، طريقة لعبك غلط، الهياكل ليش تحط الهياكل زي كذا ما أدري. شوف كيف يرمي أسهم اعتباط على أي شيء، ما أدري ليش رمى أسهم. متورط ضد الأميرة، صراحة تشكيلة كلب الحمام مزعجة، لكن خوينا ضايع. شوف كيف وين حط الساحر، خوينا مرة ضايع.